فازت مملكة البحرين بمقعد في اتحاد الصحفيين العرب، حيث فاز عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين أمين السر والعلاقات الدولية راشد نبيل الحمر بمنصب الأمين العام المساعد لاتحاد الصحفيين العرب ب71 صوتا من أصل 80 صوتا. أجريت الانتخابات الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، والتي تعقد على هامش المؤتمر العام 14 والذي يعقده الاتحاد في مقره الدائم بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. يذكر أن المؤتمر الخاص باتحاد الصحفيين العرب العام يعقد كل 4 سنوات. هذا وتأسس اتحاد الصحفيين العرب في القاهرة عام 1964.